التعليم الذاتي لدورة اللغة الألمانية ميتا دويتش كورس. المقدمة: مرحبا، نحن مستشارون للصحة النفسية والاجتماعية من انتر هومينيس. انتر هومينيس هو مركز متخصص للاجئين الذين يعانون من اضطرابات نفسية في برلين. في هذا الفيديو نود أن نشرح كيف يمكنك تعلم اللغة الألمانية بنفسك حتى بدون دورة لغة ألمانية رسمية. على سبيل المثال، إذا لم يكن لديك مكان بعد في دورة اللغة، ولكن حتى إذا كنت تذهب إلى المدرسة بالفعل، فمن المهم أن تستمر في العمل على لغتك الألمانية في وقت فراغك. تذكر، أنت نفسك أفضل وأهم معلم ألماني، لأن إرادتك في التعلم هي ما يهم أولاً. من أجل تعلم اللغة الألمانية بشكل جيد وسريع، يجب عليك استخدام عدد من التقنيات المختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت تدرس فقط من خلال كتاب مدرسي، فقد تشعر بالملل بسرعة ولا يمكنك التركيز بشكل صحيح. هذا هو السبب في أنه من الأفضل استخدام طرق مختلفة، لأنه يمكنك أيضاً الاحتفاظ بالموضوع بشكل أفضل. فيما يلي نود أن نقدم لك 10 طرق يمكنك من خلالها تحسين لغتك الألمانية بسرعة. أولاً، الهيكل اليومي والانضباط. تذكر دائماً، من المهم للغاية تعلم اللغة الألمانية إذا كنت تريد العيش والعمل في ألمانيا. إن إتقان اللغة الألمانية هو شرط أساسي للمشاركة في الحياة الاجتماعية، ومن أجل ذلك عليك أن تتعامل مع اللغة كل يوم حتى لو كنت لا تشعر بالرغبة في ذلك. ولكن إذا اعتدت على تعلم اللغة الألمانية في أوقات معينة كل يوم، فلن يكون الأمر صعبا فيما بعد، حيث ستقوم بذلك تلقائيا دون الحاجة إلى إجبار نفسك على القيام بذلك، تماما مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة. ولهذا من الضروري أن تنظم يومك جيداً. على سبيل المثال، يمكنك استخدام وظيفة التقويم في هاتفك المحمول. على سبيل المثال، يمكن أن يبدو يومك كالتالي: أستيقظ الساعة 7 صباحاً، أتناول الفطور وأغسل وأفرش أسناني، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 9 صباحاً أتعلم اللغة الألمانية بطرق مختلفة، ثم أذهب إلى العمل. أثناء التنقل أدرس بكتابي أو أستمع إلى الراديو الألماني على هاتفي الذكي. في 4 مساءً أعود إلى المنزل مرة أخرى، أطبخ وآكل وأستريح قليلاً، ومن الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً أتعلم اللغة الألمانية مرة أخرى، هذه المرة باستخدام طرق مختلفة عما كانت عليه في الصباح. ولكن ما هي الأساليب الفردية الموجودة لتعلم اللغة الألمانية بسرعة وفعالية؟ نأتي إلى ذلك الآن. هيا بنا نبدأ. ثانياً، تطبيقات الهاتف الخلوي. هناك مجموعة كاملة من التطبيقات لتعلم اللغة الألمانية للهواتف المحمولة. ستجد في أسفل وصف الفيديو قائمة بالتطبيقات المختلفة التي يمكنك تجربتها. مثلاً، مدرب المفردات Goethe Institute، أو Lernt Abenteuer Deutsch، أو للمتحدثين باللغة الإنجليزية Duolingo أو Hello Deutsch أو Memris. هاتفك الخلوي دائماً معك، لذا يمكنك استخدام كل دقيقة مجانية لتثبيت وتوسيع مفرداتك. ثالثاً، وسائل الإعلام. يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو شيقة باللغة الألمانية والاستماع إلى الراديو على الإنترنت. إذا كنت لا تفهم شيئاً ما، فقط توقف مؤقتاً، واعده واستمع إليه مرة أخرى. هل تفهم المحتوى الآن؟ جيد جداً، هذا سيجعلك سعيداً. كما أنه من الممارسات الجيدة أن تقول بصوت عال أو تكرر الجمل التي تسمعها.
افعل ما تفعله يومياً قدر الإمكان باللغة الألمانية، مثل الاستماع إلى الأخبار أو قراءتها. تتوفر الأخبار الألمانية أيضاً بلغة بسيطة على الإنترنت، على سبيل المثال في ناخغشتن لايش دي اي. تقوم بتدوين الكلمات التي لا تفهمها والبحث عنها في القاموس أو على موقع يوتيوب. يمكنك مشاهدة أخبار تاغس شو مع الترجمة. يمكنك العثور على هذه الروابط والعديد من الروابط المفيدة الأخرى في وصف الفيديو أدناه. رابعاً، بطاقات المفردات. يمكنك شراء بطاقات فهرسة صغيرة، كروت مقابل القليل من المال، وتحويلها إلى بطاقات فلاش. يعمل كالتالي: تكتب كلمة بلغتك الأم على البطاقة، على سبيل المثال شجرة. على الجانب الآخر من البطاقة تكتب الكلمة الألمانية دير باوم. دائما اكتب التعريف. أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام القاموس. التعلم باستخدام بطاقات الفلاش عملي للغاية وفعال، كما يوضح مثال زميلة لنا: لقد جاءت إلى ألمانيا وهي شابة ولم تستطع التحدث بكلمة ألمانية، ثم أنجبت 3 أطفال في آن واحد، لذلك كان عليها استخدام كل دقيقة مجانية لتعلم اللغة الألمانية باستخدام بطاقات المفردات، على سبيل المثال في حديقة الأطفال، وهي اليوم مترجمة مطلوبة كثيرة. إذا كنت قد صنعت عدة بطاقات، فيمكنك تعلم الكلمات الألمانية عن ظهر قلب معهم، كما هو الحال في لعبة تعليمية اختبار. يمكنك من خلاله الاستعلام عن نفسك واختبارها. للقيام بذلك اقرأ الكلمة بلغتك الأم، ثم حاول تذكر الكلمة الألمانية. قلها بصوت عالي: الشجرة. ثم تقوم بقلب البطاقة وتحقق مما إذا كنت تعرفها بشكل صحيح. كلما تمكنت من تذكر الكلمة بشكل أكثر تأكداً، كلما وضعتها مرة أخرى في مؤخرة الحزمة. من المفيد تكوين جملة قصيرة بالكلمة وتخيل صورة لها، على سبيل المثال: الشجرة في الحديقة. Der Baum steht im Garten. عندما تعرف الكلمة بالتأكيد، يمكنك أخذها من الحزمة التعلم. يجب أن يكون معك دائماً بطاقات الاستذكار. يمكنك التعلم أثناء التنقل، على سبيل المثال عندما تنتظر الحافلة أو تمشي في الغابة. خامساً، تكلم. لتعلم اللغة عليك أن تتحدثها. حاول التحدث باللغة الألمانية مع الناس كلما أمكن ذلك، مع الأصدقاء والمتطوعين والأخصائيين الاجتماعيين الألمان والناس في الشارع أو مع رجال الأمن. إذا كنت تعيش في المنزل، اغتنم كل فرصة للتحدث باللغة الألمانية، على سبيل المثال عندما تساعد الأطفال في واجباتهم المدرسية. ولكن حتى لو كنت بمفردك، يمكنك التحدث باللغة الألمانية، على سبيل المثال يمكنك قول جمل ألمانية بسيطة مع نطق واضح أمام المرآة. سنعرض لك الآن تمرينا تبدأ فيه بجسدك أمام المرآة، وتشير على أنفك وتقول بصوت عالي ووضوح شديد: هذا أنفي، das ist meine Nase. ثم تشير إلى شعرك: هذا شعري، das sind meine Haare. قم أيضا بعمل جمل ربط مكانية بسيطة، مثل: شعري على رأسي، meine Haare sind auf dem Kopf. يدي اليمنى تشير إلى يدي اليسرى، meine rechte Hand zeigt auf meine linke Hand. إذا كنت تعرف كل الكلمات التي تتعلق بجسدك، يمكنك الإشارة إلى الأشياء الموجودة في غرفتك
مثل طفل صغير يتعلم التحدث ويكتشف بيئته. هذه طاولة. Das ist ein Tisch. هناك كأس على الطاولة. Auf dem Tisch steht ein Glas. يوجد كرسيان بجانب الطاولة. Neben dem Tisch stehen zwei Stühle. بهذه الطريقة يمكنك التدرب على التحدث عن نفسك وتشكيل جمل متزايدة الصعوبة. لا تخافوا من ارتكاب الأخطاء، هذا طبيعي تماما. وإذا لم ترتكب أخطاء فلن تتعلم أي شيء. سادسا الدافع. تعلم لغة جديدة ليس بالأمر السهل دائما، لكن يجب ألا تستسلم، ويجب أن تضع في اعتبارك مدى أهمية إتقان اللغة إذا كنت تريد العيش والعمل هنا في ألمانيا. في الحياة اليومية عادة لا نستخدم الكثير من الكلمات على الإطلاق. إذا كنت تعرف أهم 1000 كلمة ألمانية فيمكنك التواصل جيدا في الحياة اليومية. هذه أخبار جيدة، أليس كذلك؟ لنقم بالحسابات. السنة بها 365 يوما، لذلك إذا كنت تتعلم 3 كلمات فقط في اليوم فستعرف أكثر من 1000 كلمة بعد عام، ولكنك فعل المزيد إذا أردت. سنروي لك هذه الحكاية. سألنا أحد اللاجئين الجدد الذي كنا نتعامل معه كم كلمة يمكنه التعلم في غضون أسبوعين، فأجاب 70 كلمة، وفي اللقاء التالي كان قد أتقن 100 كلمة وأراد تعلم المزيد والبدء بحزمة بطاقات جديدة. وقد ساعدته الدراسة بجد أيضا في التغلب على اكتئابه ومشاكله الشخصية، وتمكن لاحقا من إكمال دورة تدريبية في تكنولوجيا المعلومات. بالمناسبة، من أجل الوصول إلى المستوى اللغوي B1 تحتاج إلى معرفة حوالي 3000 كلمة ألمانية. إذا تعلمت بشكل منهجي وفعال يمكنك إحراز تقدم كبير في فترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال، شاهد الفيديو حول توأمين إيرلنديين يعيشان في برلين وتعلما التركية في أسبوع واحد فقط. يمكنك أيضا العثور على الرابط في وصف الفيديو. سابعا، اقرأ. طريقة أخرى لتعلم اللغة الألمانية هي القراءة بانتظام. لا تحتاج أن تبدأ بالكتب الصعبة على الفور. من الأفضل أن تبدأ بشيء سهل من أجل الشعور بالإنجاز. على سبيل المثال، مع كتاب للأطفال، أو يمكنك العثور على الكثير من القصص الشيقة، أو قراءة الأخبار، أو معرفة المزيد حول موضوع ما على الإنترنت. على سبيل المثال، من خلال المدونات أو ويكيبيديا. هذا يربط اللغة باهتماماتك وتجربة حياتك. ثامناً، اكتب. إذا كنت تريد أن تتعلم لغة ما بشكل شامل وعميق، فإن أفضل طريقة هي الكتابة، لأنه عندما تكتب عليك أن تفكر في كل كلمة وقواعد كل جملة. لذا اكتب الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني باللغة الألمانية، أو الأفضل من ذلك كله احتفظ بمذكرات تدون فيها ما فعلته خلال اليوم. من الأفضل أن تكتب جملا بسيطة ولكنها كاملة وصحيحة نحويا. احصل على مساعدة من متحدث أصلي إذا تطلب الأمر. على سبيل المثال، heute bin ich 7 Uhr aufgestanden. Dann habe ich gefrühstückt. Später habe ich ein Video im Internet gesehen. Es ging darum, wie man Deutsch lernen kann. وهكذا. تاسعا، تعلم عن ظهر قلب. تعلم شيئا عن ظهر قلب بين الحين والآخر. على سبيل المثال، القصيدة القصيرة التي يقول الكثيرون أنها أجمل قصيدة ألمانية، وهي تسمى Wanderers Nachlied،
من تأليف الشاعر الشهير يوهان فولفغانغ فون غوته، وهو أشهر شاعر ألماني. تقول كلمات هذه القصيدة: Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch, die Vöglein schweigen im Walde, warte nur bald, ruhest du auch. أي فوق كل القمم هناك سلام، في كل قمم الأشجار لا يمكنك أن تشعر بالتنفس. الطيور صامتة في الغابة، فقط انتظر قريبا سترتاح أيضا. أو تعلم لغة ألمانية من خلال الاستماع إليها مرارا وتكرارا حتى تتمكن من الغناء معها. سيؤدي ذلك إلى تحسين نطقك بشكل كبير، حيث يتعين عليك التأكيد على كل مقطع لفظي على حدة. يمكنك أيضا حفظ جمل ألمانية كاملة من كتاب يثير اهتمامك بشكل خاص. عاشراً، تشكيل مجموعات الدراسة. ربما تعرف أشخاصاً آخرين يرغبون في تعلم اللغة الألمانية. مساعدة بعضنا البعض على التعلم. نظم نفسك وشكل مجموعات دراسية. يصبح التعلم أكثر متعة ويمكنك تحفيز بعضكما البعض. حاول التحدث باللغة الألمانية معاً في الحياة اليومية. إذا كان لديك أطفال، يمكنك التحدث معهم في كثير من الأحيان باللغة الألمانية. الخاتمة. إذن كانت هذه نصائحنا حول كيفية تعليم نفسك اللغة الألمانية. جرب بنفسك أي من هذه المسارات هو الأفضل لك، وتعلم المزيد من اللغة الألمانية كل يوم. ستكون سعيد جدا بالتقدم. بخلاف ذلك، نقدم أيضا دورات اللغة الألمانية الوصفية، أي Meta Deutsch Kurs، التي تمارس فيها الأساليب الموضحة معا، مما يجعل الأمر أسهل بالنسبة لك. إذا كنت مهتما بها، فيرجى الاتصال بنا وسنرى ما إذا كان وكيف يمكننا مساعدتك. حتى ذلك الحين، نتمنى لك حظا موفقا في تعلم اللغة الألمانية بنفسك، وشكرا.